السلام عليكم، معاكم جولين كوسر طارق من تيم اور كورس. ان شاء الله هنعمل راوند انفستيجيشن للتغيير. المفروض ان الراوندات من معلومات ناس اكبر مننا، كل الموضوع ان احنا نعدي عليها مرور سريع بناخد فكره كويسه، ولكن بعد كده ان شاء الله القسم المفروض بينزل فايل كبير بيبقى الامام كل عملي قبل الامتحان بكام يوم، تقريبا مجمع كل النقط والاسئله اللي ممكن تيجي على كل الصور والكلام ده. فهنعدي على العملي مرور سريع، خاصه الراوند ده الدكتور يعني تقريبا خلصت شرحه فرنج 10 دقائق او اقل، فهنبص عليهم مكان بوينت قصاد. يعني دي ممكن نقول عليها ال ILOS. انت شوية حاجات بس كده، الحاجات اللي نخرج منها راديولوجي، الراديولوجي وذا اير، تاني حاجة دايجنوستيك اوديولوجي، والانفستيجيشنز فور اكوليبريم. اول حاجة الايمجينج بقى. عندنا تمام ايمجينج سواء كان السي تي سكان او الام ار اي بلين اكس راي. السي تي سكان في حالات الاكسترنال اير الميدل اير والتركيب اللي حواليهم بتبقى كويسة. الام ار اي في حالات لو انا عايزة اشوف النيرفات، خاصة الفيستيبيولو كوكلر العصب التامن والبرين والجريت فيسلز. البلين اكس راي دي يعني ليها ليميتد فاليو. البلين اكس راي من الاخر الاكس راي عادي احنا واخدين عليها بتاعت العظم والكلام ده والكسور، فبتبقى ليميتد فاليو يعني انت وانت تبص برده على الماستويد اير سيلز. طيب دي يعني معلومتين هيفيدونا في الصورة اللي جاية على طول. بيقول لك ان التمبرو مانديبولار جوينت ده موجود قدام الاكسترنال اوديتوري كانال، وبتكون الاكسترنال اوديتوري كانال دي عباره عن كومبليت سيركل، وان الماستويد اير سيلز بقى ورا وفوق الاكسترنال اوديتوري كانال. فمن الاخر لو بصينا لها كده من قدام، يبقى انا اول حاجه هشوفها التمبرو مانديبولار جوينت. تمام، هو بيبقى انتيريور يعني قدام الاكسترنال اوديتوري كانال اللي هي اصلا هشوفها دلوقتي في الصور كومبليت سيركل، وبعدها الماستويد اير سيلز بقى ورا الاكسترنال اوديتوري كانال دي وفوقها هنا. هنيجي نبص على اللاترال اوبليك ماستويد. اول حاجه هلاقي هنا كده اول حاجه خالص الاخضر ده المفروض ان هو التمبرو مانديبولار جوينت اللي هو السهم ده مشاور عليه. شيل ده. طيب وبعدها على طول في الاكسترنال اوديتوري كانال اللي هي الدايره دي، هو السهم عامل عليها من قريب قوي هنا اللي هي الدايره السوداء دي. وبعدين المفروض ان وراها وفوقها الجزء ده اللي هي الماستويد. ممكن بقى تسميها زي ما هو كاتب نيوماتايزد ماستويد، او ممكن عشان هي بتبقى عباره عن اير سبيسز مفصوله بوني بارتيشنز كده زي ما شايفين. دي الاير سبيسز اهي، الفراغات السوداء دي كلها اهي، وفي بص الحاجات البيضاء الصغيره دي هي البوني بارتيشنز دي كده. تمام، بصوا عليها من الاول اهو. يبقى اول جزء خالص ده اللي هو التمبرو مانديبولار جوينت، وراها على طول الاكسترنال اوديتوري كانال اللي هي الدايره اللي مش عارفه بسم الاصفر الدايره السوداء دي. وبعدين الجزء ده اللي هو نيوماتايز ماستويد اير سبيس سيبريت باي بوني بارتيشنز. تمام، بعد كده هيتكلم على الماستويد سيلز بقى بالوايت ارو او بالسهم الابيض ده المفروض ان هو مساور على الماستويد سيل. بس في الحاله المره دي بقى يبقى الجزء عباره عن ايه، ان هو اوبسكيورد واللي هو ما فيهوش اي اير خالص بسبب الكرونيك اوتايتس ميديا. حته اوبسكيورد يعني ان هو معتم تماما ما فيهوش اي هواء خالص بسبب الكرونيك اوتايتس ميديا، بسبب ان انا عندي التهاب مزمن في الاذن الوسطى. فمن الاخر انا عندي التيمبرو مانديبولار جوينت، وراها على طول الاكسترنال اوديتوري كانال، وراها الماستويد. المفروض ان هي ماستويد سيلز بتكون بنسميها احيانا نيوماتايز ماستويد لما يكون فيها فروات الهواء عادي، او ماستويد اير سبيسز او ايا كان. بس دلوقتي قاعده نتكلم هي الماستويد سيل، وفي الحاله دي بتبقى اوبسكيورد ان هي معدمه زي انت شايف مفيش اي هواء ولا اي حاجه. نوت اير كونتيننج ديو تو كرونيك اوتايتس ميديا. انا اول ما اشوف المنظر ده وما الاقيش اللي كان قبلها هنا، يعني هنا كانت مختلفه تماما بالمنظر ده، ان هي كانت اير سبيسز وفي فواصل بيضه صغيره جدا جدا في النص كده اللي هي الحاجات دي، وان دي كانت البوني بارتيشنز اللي بين فراغات الهواء. هنا لا الوضع مختلف، هنا اوبسكيورد ونوت اير كونتيننج. تمام، بعد كده عندي حاجه اسمها السكالر فيو. فبدا يتكلم ان هي ويل ديفلوبد نورمالي نيوماتايز ماستويد اير سيل كان بي اوبزرفد ان ذا بيكتشر اوف ذا ليفت سايد. ان انا الصوره اللي على الشمال هي اللي كنا لسه بنتكلم يعني بنتكلم على حاجه شبهها دلوقتي، هي بالظبط تقريبا ان انا عادي الجزء في الاول كتمبرو مانديبولار جوينت، بعد كده الاكسترنال اوديتوري كانال، وبعد كده الماستويد اير سبيسز عادي جدا او نيوماتايز ماستويد اير سيل او اي حاجه اللي هو الجزء ده اللي هو بيتكلم عنه. انت لما تيجي تبص على الدبل ايرو ده اللي هو مش هوري لي على الجزء ده. تمام، فده طبيعي ده نورمال. لكن لو جيت بصيت على الجنب اللي على الشمال بقى، على سوري على الجنب اليمين الرايت سايد، فانا الماستويد اير سيل هنا كده في السهم المشاور لي على اوبسكيورد نون اير كونتيننج ديو تو كرونيك اوتايتس ميديا. وده الكلام اللي احنا لسه قايلينه كله، يعني ان انا بالفيو اللي انا بشوفه ده انا عندي على الشمال ده النورمال، ده الطبيعي، ده المفروض انا اشوف في الوضع الطبيعي مفيش فيه اي مشاكل. لكن الجنب اللي على اليمين اول ما اشوف الكلام ده والاقي ان في العتيمه دي وان مفيش فراغات هواء وكل الكلام ده، خلاص يعني ده المفروض ان انا كده استنتج ان في كرونيك اوتايتس ميديا. تمام، اللي هو التهاب في الاذن الوسطى. الجزء ده
قالك ان انت عندك كلين كافيتي، يعني جه في الجزء ده كده ان انت وجزات هنايين، ان انت في كلين كافيتي بيهايند اند ابوف ذا اكسترنال اوديتري كانال. معنى بيهايند اند ابوف ذا اكسترنال اوديتري كانال معنى كده ان هو بيتكلم على الماستويد سيلز ونوت سراوندد باي سكليروزس. فجه قالك ان دي سيرجيكال كافيتي اوف ماستويدكتومي. يعني انت دلوقتي خلاص انت اساسا شايل الماستويد، فطبيعي هيظهر لك الجزء الفاضي ده. تمام. اللي بعدها ان هو اكزيال سي تي سكان، قالك ان على اليمين هنا كده على اليمين بتبقى الماستويد سيلز توتالي اوبسكيورد هنا الجزء ده كده. فاذا هنا كده في ماستويدايتس. طيب اللي على الشمال اللي قالك دي الانتكت ستيتس عادي جدا، دي الحاله الطبيعيه ان انت فراغات هواء وحواليها البوني بورتيشنز وكده، فراغات هواء بتبقى باللون الاسود وحواليها البوني بورتيشنز. اما هنا كده اوبسكيورد او معتمه وليها شكل واحد مش متميزه عن بعضها، فاذا في ماستويدايتس التهاب فيها. ففي الحاله دي الماستويدايتس، وهنا كده دي انتكت عادي سليمه الوضع الطبيعي. تمام. بعدها اكزيال سي تي سكان برده بسالك على طول من غير تفاصيل، يعني ان هي دي تنترال بون فراكشر خلاص ووضحها بالاسهم والسهم الابيض اللي هي هنا ده الجزء ده مفصولين عن بعض اهو، والجزء ده ان ادي الفراكشر اهو وادي الفراكشر اهو. تمام. فدي ترانسفيرس تمبرال بون فراكشر. نفس الموضوع ان الجزء ده كده ان دي اكزيال سي تي سكان عندنا ديستركتد ايبكس اوف ذا بيتريس بون، المفروض ان ده البيتريس بون بشكل طبيعي اهو. تمام. ودي الايبكس بتاعته من هنا والدنيا طبيعيه وتمام يعني. اما الجزء على الشمال او اللي بيشاور عليه السهم الابيض ده خلاص ده ديستركتد ايبكس، ودي بتبقى بسبب حاله اسمها الكوليستياتوما. والكوليستياتوما دي اساسا بتبقى زي ورم موجود في الميدل اير او الماستويد سيلز. تمام. تيومر يعني عادي، فهي اللي عامله هي السبب بتاع الديستركتد ايبكس للبيتريس بون ده. دي صور برضو، صورة بتوضح التمبرال بون ابسس. تمام. والتانية سيربيلر ابسس اللي هو الجزء ده اهو ده اللي هو خاصة اللي بيشار عليه السهم اللي هو ده. تمام. وده تمبرال بون ابسس اللي هو اللي على الجنب هنا الجزء ده. برضو اوتولوجي راديولوجي الاكوستيك نيوروما، برضو دي الاكوستيك نيوروما موضحها بصور الام ار اي وبالسي تي. السي تي دي اهو الام ار اي مظهرة بالاتنين دول. ف الاكوستيك نيوروما باختصار يعني دي بتبقى برضه نون كانسرس تيومر وبيأثر على الهيرنج والبالانس او الكوليبريميا. تمام. نون كانسرس تيومر ده بيناين تيومر كده في الاير بيأثر على السمع والاتزان، ظاهر بالام ار اي اهو وهنا كده بالسي تي. سوري اهو اهو ده مشاور عليه السهم ده وبرضه اللي هو مشاور عليه السهم ده خلاص. بعد كده بقى في الجهاز اللي قدامنا ده اسمه البيور تون اوديومتري. تمام. مهم مفيد في ايه؟ بقى لك اول حاجه بيشخص لي حاجتين، درجه الهيرنج لوس هل هي مايل ولا مودريت ولا سيفير ولا بروفاوند. على فكره البروفاوند دي اكتر من السيفير بشويه، بروفاوند دي عامه هي بالعربي يعني عميق. فهل هي الحاجه دي مايلد ولا مودريت ولا مودريتلي سيفير ولا سيفير ولا بروفاوند. تاني حاجه طيب الهيرنج لوس هل هو مثلا كوندكتيف هيرنج لوس ولا هل هو سنسوري نيورال هيرنج لوس ولا ميكس. وتقريبا في نوعين كمان، في نوع سنترال وفي نوع فانكشنال هيرنج لوس. تمام. طب درجه الهيرنج لوس زي ما قلنا برده دي عامله لك اهو، هل هو نورمال عادي ولا مايلد مودريتلي سيفير بروفاوند. بعد كده جاب كام صوره الاوديوجرام بيظهر لي النورمال هيرنج زي ما انت شايف ان انت عادي جدا الاثنين ماشيين مع بعض، سواء الاير كوندكشن او البون كوندكشن. تمام. كده الاثنين قريبين من بعض. تمام. والاثنين مثلا في الرينج هنا كده بص الصفر اهو، بعدين نزل عند العشرة وبعدين كمل عادي لحد هنا ونزل عند اللي هو الزون الطبيعي بتاعك، فده نورمال اوديوجرام. تمام كده اوديوجرام بيظهر لي نورمال هيرنج. تمام. هنا بقى قال لك ان الاوديوجرام ده بيظهر لي تيبيكال بيكتشر، بيظهر لي تيبيكال بيكتشر اوف ذا كوندكتيف ديفنس. ده conductive deafness للchild left ear. هنا لو بصينا على ال ear conduction هنلاقيه اكبر بكتير من ال من البون conduction. تمام. هنا ده اللي هو الاكسيد ده ال ear conduction وده البون. بعد كده نفس الموضوع ده conductive hearing loss، ادي ال ear اكبر بكتير تقريبا 50 وادي البون في الرينج ده. وده mixed conductive and sensory neural hearing loss، ادي برضو هير وادي البون. تمام. اللي بعدها قال ده مثال للميكس ديفنس في الرايت اير، both the bone conduction and the ear conduction this to show there is hearing loss. يعني سواء بصينا على الاير كوندكشن هو من ده الاير برضو وده البون، فقال لك الاثنين دول بيظهروا لي ان في hearing loss وكمان في اير بون جاب. دي ما احنا شايفينها طبعا ان في جاب ما بين الاير كوندكشن والبون كوندكشن، هي المسافه دي. تمام كده.
يبقى ده برضو مثال على الماكس ديفنس. المنظر ده مثال على الماكس ديفنس تمام في الرايت اير. ولكن سواء التست بتاع البون كوندكشن او تست الاير كوندكشن بيظهر لي ان في هيرنج لوس وفي عندنا اير بون جاب. هنا ان في سيفير سنسوري نيورال هيرنج لوس اهو, سيفير سنسوري نيورال هيرنج لوس, ادي برضو الاير كوندكشن وده البون كوندكشن هنا في هما في الرينج ده كده. يبقى دي مثلا ما بين ال 70 وال 90 المنظر ده, بين ال 70 ل 90 من هنا. بعد كده عندنا التمبانومتري. التمبانومتري كذا تايب, عندنا تايب اي اللي هو المنظر ده من الاخر سكموه انه بيبقى زي سيمتريكال كده تمام, ان هو البوينت عند الصفر بقى كده بيبقى طالع اهو ونازل من هنا, تحس ان نفس المسافه هنا من السالب للصفر من الموجب للصفر, فهو انا كده سيمتريكال تمام. وفي عندنا تايب بي بالمنظر ده, وده بيبقى سكريتوري اوتايتس ميديا, يعني في التهاب في الاذن الوسطى وبيبقى فيها مصابه بسكريشنز, وده تايب سي بيبقى برده طالع اهو كده بس اسيمتريكال, وفي بقى طالع وبيفضل طالع لفوق وبعد كده ينزل بالمنظر ده كده, ما يبقوش ليهم زي ممكن نسميها بيك او ايبكس مع بعض يعني, مش بيتقابلوا, وبيفضل طالع 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 وبعدين يكمل بعدين يبقى ينزل عادي يبقى منفصل خالص كده تمام. لكن بقى السيمتريكال اللي احنا عارفينه بالمنظر ده, ده اللي هو تايب اي احنا نقولها اللي هي الاي اس, اما ده اي دي ده بالاوسيكولار فيكسيشن اوتوسكليروسس. فمن الاول بالراحه التيمبانومتري. التيمبانومتري انا عندي اول حاجه ده النورمال تيمبانوجرام بالمنظر ده, نورمال تيمبانوجرام اللي هو يبقى عامل كده وتحس ان هو سيمتريكال زي ده كده سيمتريكال, الجزئين شبه بعض شبه بعض يعني عند الصفر كده ده اللي في النص اهو وعلى اليمين والشمال شبه بعض. طيب بعد كده عندي تايب بي. تايب بي اللي هو سكريتوري اوتايتس ميديا, ما اشوفها اعرف ان خلاص سكريتوري اوتايتس ميديا. طيب تايب اي دي لو زي ما قلنا بيبقى بيفضل طالع طالع كده وبعدين ينزل بالمنظر ده زي ما انتم شايفين, يبقى ده اوسيكولار ديسكونتينيوتي. طيب تايب سي الاي دي ديسفانكشن. طيب تايب الاي اس اللي احنا لسه بنتكلم عليه, في عندنا ده اللي احنا كنا شايفين ده كان النورمال عادي جدا, اما ده بص هو يعني مش بيطلع للاخر, المفروض ان هو مثلا بيبقى من بادئ من هنا طالع لحد الواحد ونص تمام كده ككومبلاينس يعني وبعدين ينزل, اما هنا بص الكومبلاينس بتاعته قليله جدا بيطلع حاجه صغيره خالص يعني قبل النص مش واصل للنص حتى, وبعدين ينزل اول حاجه اول ما نلاقيه سيمتريكال كده والكومبلاينس بتاعته قليله يبقى اوسيكولار فيكسيشن. في فيكسيشن في عظم الاوسيكل تمام كده, يعني مش المفروض ان هو العظم وصل للاخر, هو الموضوع التيمبانومتري دي انت بتشوف العظيمات اللي هي الثلاث عظمات الصغيرين بتوع الاذن الوسطى هو عامله زي العظم الطبيعي وفي بينهم الكارتليج والمفروض ان هو بيكون مرن شويه وليه الكومبلاينس بتاعته, فمن الاخر بيروح ويجي كده. طيب مجرد ما الكومبلاينس قليله زي هنا كده في التايب اي اس هنا يبقى انا كده عندي اوسيكولار فيكسيشن. طب الفيكسيشن ده في حاله الاوتوسكليروسس تمام وبيا الجنبين سيمتريكال. طيب هنا كده يكون في برده مشكله اللي هي الاوسيكولار ديسكونتينيوتي, لما يقوم برده هنا ادي يعني اي حصل اي اير بريشر او حاجه ويبدا يزيد 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 يطلع طالع خالص وبعدين خلاص كده مش ملهاش بيك معينه او ايبكس معينه وتقوم راجع لوحدها, فتبقى دي اوسيكولار ديسكونتينيوتي. التايب سي زي ما قلنا اللي هو الديسفانكشن. طيب التايب بي اللي هو سيكريتوري اوتايتس ميديا. فكل كيرف من دول لازم يتحفظ شكله وايه الحاجه اللي ريليتد ليه, ونورمال طبعا لازم يتحفظ ان بيكون الجنبين سيمتريكال ووصل درجه كومبلاينس معقوله, دي الكومبلاينس اللي هي المحور الراسي دي تكون معقوله تمام. اعتقد يعني هو كده هينزل لنا ان شاء الله فايل العمل يعني نعمل كل حاجه, بس خدوا فكره ده جايب لك ان ده تقريبا عايز نوع او هو سؤالين هنا اللي هو كومنت اون ذا تايب اوف تيمبانوجرام, وتاني حاجه ادي ايتيولوجي عشان انت قلت ان ده التايب. فاول حاجه ان الكومبلاينس عندنا قليله تمام وبس نورمال بريشر الضغط طبيعي, فقال لك ان ده تيمبانوجرام تايب اي اس. تعالوا نرجع لورا كده اهو ادي الاي اس اللي هو ده اللي هي تبقى الاثنين سيمتريكال عادي بس اهو والكومبلاينس قليله تمام, فقال لك ايه نوع التيمبانوجرام ده فيبقى تايب اي اس تيمبانوجرام اي اس. والايتيولوجي بتاعك ان في اوتوسكليروزز فعامله اوسيكولار فيكسيشن, انت اللي ظاهر لي كده ان انا الكومبلاينس قليله فده التشخيص او الايتيولوجي اللي خلاه ان ده تايب اي اس اوتوسكليروزز لان في اوسيكولار فيكسيشن تمام. بعد كده المنظر اللي انتم شايفينه ده التست اسمه بوزيشنال تيست, ومرض واحد بس اللي بشخصه بالتست ده اسمه البي بي بي في اللي هو البي 9 باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو تمام. عندي شويه برده انفستيجيشنز للايكوليبريم او التوازن, اول واحد للاوكيولار ايكوليبريم والبوسترال ايكوليبريم. فاول واحد تبع النستجماس فبسميه نستجموجرافي, والتاني بتاع البوسترال ايكوليبريم ده البوستوجرافي. تحت هنا دي برده دي الاي ان جي ريكوردر ان انا بحط الكترودز كده على الفيس عامه زي ما انتم شايفين كده, الالكترودز دي بتتركب ده اسمه الكترونستجموجرافي الاي ان جي, وفي فيديو نستجموجرافي اللي هو الفيديو اللي هو بيتركب ويشوف عشان يشوف الحركه بتاعت لين تمام. يبقى انفستيجيشنز للايكوليبريم, في انفستيجيشنز للاوكيولار ايكوليبريم, وفي البوسترال بوسترال ايكوليبريم الاوكيولار اللي هي النستاجموجرافي والبوسترال اللي هو البوستروجرافي
وتحت اتكلمنا ان انا عندي الاي ان جي اللي هو الالكترون استجموجرافي والفيديو استجموجرافي. تمام. وده المنظر ده اسمه الكالوريتك تيست. وبكده يبقى الجزء ده كده خلص بالنسبه للانفستيجيشن اوف ذا اير. هو الفايل ده عامه فيه الاير وفيه اللارينكس يعني، بس فتمام كده الحمد لله.